جورجينا رودرجيرز، ايوه صاحبه كريستيانو. في الفيديو ده هنتعرف على قصه حياتها ومسيرتها من البدايه، وهتستعجب جدا ان جورجينا قبل ما تبقى عارضه ازياء كانت مساعده مبيعات في متجر جوتشي. في الفيديو ده هتعرف على ازاي بدات عارضه الازياء جورجينا لحد ما وصلت ان يتعمل افلام وثائقيه ليها وتبقى واحده من اشهر عارضات الازياء في العالم. كل ده واكتر هنتعرف عليه في الفيديو دوت، فما تنساش انك تعمل لايك وفولو. ويلا بينا. اتولدت جورجينا رودرجيرز في 27 يناير سنه 1994، وبدات حياتها في البدايه كراقصه قبل ما تتعرف على صديقها كريستيانو رونالدو وتبقى واحده من اشهر عارضات الازياء في العالم. اتولدت جورجينا في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس لاب اسباني ارجنتيني وام اسبانيه، وكانت عائلتها صديقه للاعب كره القدم العالمي وبتعيش مع اقاربها من جهه الاب. ولكن بعد بلوغها بسنه واحده قررت والدتها انها ترجع تاني لاسبانيا عشان تنتقل بعدها للعيش مع العائله في مدينه جاكا شمال اسبانيا. وبدات جورجينا ما كانتش زي ما انت متخيل انها مليانه بالرخاء والراحه، فدرست في البدايه الباليه الكلاسيكي وهي كانت في الرابعه من عمرها عشان تبدا بعدها حياتها المهنيه كراقصه قبل ما تنتقل الى مدريد عشان تتابع هناك مهنتها في مجال الازياء. وعاشت في البدايه حياه هادئه كاي فتاه بتحاول انها تشق طريقها في المهنه اللي هي عاوزاها، ودوت قبل ما تروح لمتجر جوتشي وتقابل هناك كريستيانو رونالدو وتشق طريقها بخطوات نجاحها كعارضه ازياء وتصبح الوجه الاعلاني لكثير من الماركات العالميه، من بينهم مثلا جوتشي اللي بدات حياتها في البدايه كبائعه في وبرادا وتشانل مثلا. وكشفت جورجينا من خلال وثائقي على شبكه نتفليكس عن مشوارها وازاي بدات كفتاه مكافحه لحد ما اصبحت واحده من اهم عارضات الازياء في العالم كله وواحده من اهم الوجوه الاعلانيه لشركات كتير عالميه، رغم انهم من اشهر الثنائيات الموجودين في العالم الا انهم لحد دلوقتي مش متجوزين. وبعد تعرفها على كريستيانو رونالدو كشفت الصحف العالميه انهم كانوا خارجين في نزهه مع بعض عشان تصدق بالفعل التقارير بان في علاقه ما بين جورجينا وكريستيانو، وانطلقت بعدها من كون علاقه اعجاب لعلاقه صداقه. ومن هنا بدات مسيره جورجينا في انها تتغير بشكل كامل عشان تروج لنفسها كعارضه ازياء وتصبح واحده من اشهر الوجوه الاعلانيه. في البدايه لقيت شغل كمساعده مبيعات في متجر جوتشي للبيع بالتجزئه في مدريد، وفي سنه 2016 دي كانت الخطوه اللي انا بكلمك عليها اللي غيرت حياتها بشكل كامل، لانها التقت هناك بحبيبها ونجم نادي النصر لاعب الكره العالمي كريستيانو رونالدو. وفي 2023 قدمت جورجينا مع نتفليكس فيلم بعنوان ايام جورجينا، وده اللي كان بيتكلم على قصه حياه عارضه الازياء الشهيره وظهرت فيها وهي بتتكلم على مشوارها وعلاقتها بكريستيانو رونالدو. وانجبت جورجينا من كريستيانو رونالدو طفلين، الا انها تعتبر زوجه اب لثلاث اطفال اخرين، وانجبت اولى ابنائها سنه 2017 وهي الطفله ألانا ولاده توام كريستيانو رونالدو ايفا وماسيو من ام بديله. وبعدها بخمس شهور انجبت جورجينا توامها في ابريل 2022 وهما بيلا وطفل تاني بس مات. وبس يكون الفيديو بتاع النهارده خلص، ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.